بدي ادوق هالولاد كيس كعك بحليب. هون هون بيوقفوا شعر الراس. يعني هالفوتة لهون ما بتصير لمين مكان. بعرف اني بفوت بتطلع ريحه تيابة سمنه، بس هالفوتة ما بتصير لمين مكان، والريحه اللي موجوده هون بتوقف شعر الراس. يعني عن جد نفسي هي منو بدك فخم نقي الصدر انت نقي بدك اياه. من المطبخ سخنة طالعة من الفرن، ريحة السمن البلدي الطازة. شوية سكر، كتير سمنة، فلافي مش قاسية، ما بتعلو، شي بالنص. بعدين كاتشو واحد بصير يقول ما بقدي، بدي بعد وبعد وبعد لحديت ما تروحوا بالكيس. ما أقول مش بس كعك بحليب، عندهم اشياء مثل هول اصابع التمر، كريسبي كرانشي رقيق من برا وعجوي من جوا تمر. واو مقهول، واو اوف. وعندهم القرص بسمنه كمان هونيك.